السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا هيك وايد السلامة. والله بقول لك إنه سن جرك هذا جن كجري كرين هذا آيات أخرس إلهي إلك آيات قصة إذا أنت إذا لو ذاكين حد كهر ولا بد الموصول بدي آيات جن كست أو جرك هذا كجرو وآيات كسارس مال كست أو جرك هذا أو كجر بنتو ورا آيات ذاتك حمص رايو وردتك سحر كقبي آوي وردتك جبان كقبي آوي وردتك اللي بنا آوي ayadan meel kasta oo jirkaaga ku jiro oo ku jiro way ka soo saareysa sixir kasta oo jirkaaga ku jirana markuu banaanka istaago way gubeysa way tirtiraysa way baabeynaysa waa xaqiiq midas waa xaqiiq wala shakka ayad horta waatan suurta ibraahim wili baan idin soo dhaweeyo dadka qaar baa hadda waxay ku dhahayaan xagee ku jirtaa waa suurade waa lambarkee ku celi dadka qaar baa waxay ku dhihin bimaana xagee kaga jirtaa quraanka horta ma idin muuqata aayada wastaftahu wa khaba kullu jabbarin aniid suuratu ibraahim horta aayadaas ma idin muuqata wastaftahu wa khaba kullu jabbarin aniid wa aayada 15aad soo ma jeedaan قفل بو هدو هيدين حقيقة جرت القرآن وطاس آيات داس سبحين وحاد أخر ستا إلا بقول جر قلبتين وحاد أخر ستا إلا بقول جر قصير بين سينا يا وحاد جرى ولا لك ميد ولا لها دا القرآن سأرأي جين يهودية كهالله جين كيهودية وحو آدو قوين يا ودو إسلامي إلهي كمسو علي ولا عشر مسلمة دو كجري عيد وحان جرا كل يصدح إيه سنة لا بقول السنة أنا جرا نبت بالعربي كمان أنت دوس سنة دوس على ما كان رافي وأنا إسلامي تقريبا مدة بضب دور بلاد بحوج جدا أنا إسلام كمان أنت إله بري إنه إلهي أكبر حيا لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أنت بركة وحمد بندقي دين تا يمعان كذا ينحرست إنه إلهي عليك سواد كيسكري وحقو هذا الكإله أويه عليك سواد كيسكري المهم إسلام إلهنا إسلام فاكسه ألدر دار بانجس يحوي للجمن كواد دشة بمعنى مرك هدل دين أوبنديك فصح أوبنديك بيقول وحنا مرك عادي إنه هذه شكتها وحالي كوب جبي أو قدرنا حول آية الكرسي كو لا إله إلا هو لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدر لابو وحول آية بقى جبتي وجرك يا بعض بيصير وأنك سيحن وعي oo meel kasta jirkeedaas dhaho gal iga saarto banaanka u booda ku yiri banaanka u booda marka ta saxarkayna baa ay baabisa wa ayada wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ani ayadaas walaalaha ila jooga hadda kor waxaan xustaa aad baan marban aad ugu akhriyay ku badan aanu dardar waayada zilzilada soo galin jiray walaalahayga ima qalayo meel kasta joogto aaba gidadki ilmaha ka xanuusana ayadaas bimaana inaan jinka hadalkiisu rumaynana maaha لكن وحن فعليا أنا قصوا أركي وأنا كتابك إله سبحانه وتعالى واستفتحوا بإذن الله تعالى ويفرفري دونتا جنك هي إشا هي سحرك جلك هذا كجرا وحن هو دونا مدكست وجبار ومدح عليك وعنيدة يعني جبار نمس بدو مدح عليك وإله سبحانه وتعالى المارك في حقي سكون مدح عليك وقال لك هذا هي دونا وبابين دونا هذا هو هو أمانه قف كستو مسلم الجارسي إن شاء الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وحان رهي محاد كلاو أدر دارا مسا قبلها مسلمات كان ها حجابتان أتكارتان ها خرستان بمعنى إلهي سبحانه وتعالى جد كيسا قصو قنا دان فضوش أنا أسكد هيا مركا انت سوا كفتن الله يدي شرفو ملك ساد جوكتان وحان يدير جنيا عزائي شرف قصاكو لأدو عجيب دبا دي سوا دا ويدنا een haween dhaweeyto xari 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 aan wareysanay mid sagana yahuudiyo inta badan gabdhaha muslimaadka halka jira yahuud ba aad u dhibtaa sababtoo ah inaysan dhalin waa inaysan shaqaysan inaysan wax baran inaysan wax horumar sameyn marka qisada soo socota waxay tahay meesha gabdhaha aan ka galo iyo meesha aan ku galo ba iyadana soo socota marka allah idin barakeeyo ballankeenu wastaftahu wa khaba kullu jabbarin aniid wa ayadaas hadda idin soo dhagay hadana mar kale ama halkaaba idin ka muuqato mar walbo
إلهي سبحانه وتعالى هذه الحفتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.